محمود الحاج، عايش هون بلبنان ببيروت، بشتغل ب الان جي او سكتر مع جمعية اسمها PCRF Palestine Children Relief Fund. انا منسق للمشاريع الانسانية والبعثات الطبية بلبنان. كنت متطوع بنادي الثقافة الفلسطيني، صرت اتطوع باكثر مكان وعملت انترنشيبس، واخر شيء فتت بهذا المجال كعمل، درست إدارة أعمال، وكان هو المجال الوحيد اللي قادر أدرسه بهاي التكلفة، لأنه كعمل اجتماعي ما في غير الجامعة الأمريكية ومكلف جدا. فدرست إدارة أعمال اللي هو قريب نوعا ما لتقدر تشتغلي بالعمل الاجتماعي. صارت أكتر هيك فجأة أنه قررت أشتغل بهذا المجال، وتاني شيء المكان الوحيد اللي ممكن كفلسطيني عنده أكتر خيارات إنه يقدر يشتغل فيه ويتطور. يعني لقدام عم بحاول أعمل ماستر لأكون عم بطور حالي أكتر من إنه أكون مانجر لأريا ولا ريجينال، أكون أكتر لقدام كونسلتنت. كل سنة بحاول أقدم على السويد بما إنه في سكولرشيبس. هديك السنة أخذت أول أكسبتنس للمنحة الدراسية، بس ما أخذت أكسبتنس بالجامعة، قالوا لي الريكويرمنت أنت عندك بزنس مانجمنت أو شيء هيك. فالسنة هاي برجع بحاول مرة تانية. صعوبة، وخاصة مستحيل أنا أشتغل هون أدرسها بلبنان، لأن أول شيء مكلف جدا كتير، وما بكون فيك تشتغلي وعب تدرسي لأنه دوام كامل يعتبر الماستر، فصعب يعني. وفي خوف أنه بحال ترك الواحد الوظيفة هون صعب أنه يرجع يلاقي وظيفة، خاصة على قوانين العمل الجديدة اللي عم تصير والضبط للأجانب اللي عم يشتغلوا بلبنان. القانون ما بيمنع الفلسطيني انه يشتغل او اللاجئ، بس الاولوية للبناني. فبحال بده يتوظف اجنبي بده ياخد اجازة عمل، وبكل بساطة وزير العمل ما بيمضي اجازة العمل. ففعليا عم بقولك انه انت ممنوع تشتغل بهاي المناصب العالية. كنت ايام الجامعة بشتغل على البحر كمنقذ، مرة قدمت على شغل بأوتيل، فبس نزلت على الانترفيو السكرتي على الباب قال لي هويتك، قام عطيته الهوية فكانت هوية فلسطينية، قام قال لي نصيحة مني انه ما تنزل لانه ما بوصفه فلسطينية او سورية. فقلت له مش مشكلة خليني اجرب حظي. فلما نزلت انا ما يعني كنت عم بحكي بلهجة لبنانية اكتر، وما انتبه اللي مسؤول عن اللي حيوصفه اللايف جارد. فبلشت شغل، اشتغلت اول شهر، تاني شهر، تالت شهر بلش بده يصير في امضاء عقود. بس لما عرف انه انا فلسطيني قرر انه ما فيني اكمل بالشغل بحجة انه بدي اجازة عمل اشتغل عنده هنيك، مع انه علما انه هاي الوظيفة هي عمل يومي يعني، فمش ضروري أمضي عقد. فقرر إنه أنا أوقف شغل. للأسف أنا تعودت فصرت عارف هذا الموضوع، فتوصل بفترة من حياة الواحد ببطل ينتبه لهاي الشغلة، بصير زي المسلمات وهو شيء خاطئ يعني. يعني ما كنت أنتبه لها كتير يعني، لا تفوت أكتر بالهيومن رايت، فبصير واحد ينتبه لهاي الأمور.